وضمن جملة من القرارات التي أطلقتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 وبمشاركة اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، تقرر تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة. وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملات للتأكد من سريان هذا القرار. جولة تفتيشية يومية متابعة دقيقة ومتواصلة تقوم عليها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ترتكز على تنفيذ جملة القرارات التي أطلقتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي من ضمنها تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة. بدأت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال إدارة التفتيش بتكثيف جولاتها التفتيشية للتأكد من أن هذه الساعة فعلا يتم تخصيصها في محلات التسوق لتسوق كبار السن والحوامل، وذلك لترك فترة أو لجعل فترة زمنية محددة لهذه الفئة. الحفاظ على صحة المواطن مبدأ أساسي تعمل عليه حكومة البحرين الموقرة لحماية فئة كبار السن والنساء الحوامل، على اعتبار أنهم الأسرع في الإصابة بالعدوى، وقد أثنى مرتاد محلات الأغذية والتموين على هذا القرار لما له من دور كبير في الحفاظ على صحتهم. بعد هذا القرار أن الكبار السن لهم ساعة في البداية بعد شيء جميل، وطبعا ما يعني السوبر ماركت ما بيصير مليان من الكبار السن، لا كبار السنهم قاعدين في البيت صراحة، بس بعد اعطوهم مجال يجون ياخذون حرياتهم ويطلعون بسرعة. فلما يجون ويحصلون المكان مهيأ من نظافة من تعقيم من وإلى، يرجع بيته يكون هو سليم، هذا شيء هو له فائدة كبيرة على المجتمع. خطوات حثيثة ومتواصلة تقوم بها اللجنة التنسيقية لتحقيق أقصى درجات الحماية للمجتمع لمنع انتشار هذا الفيروس بين فئات المجتمع. يأتي تخصيص الساعة الأولى لهذه الفئة العمرية كإجراء احترازي للتقليل من أثر المخالطة عليهم وحمايتهم من أي مرض أو عدوى قد يتعرضون لها عند مخالطتهم لمختلف فئات المجتمع. كل الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.